مستمرة على القاهرة الإخبارية. السادسة مساء في القاهرة، أهلا بحضراتكم في نشرة إخبارية جديدة من عاصمة الخبر. أهلا بك داليا. أهلا بك همام، أهلا بكم مشاهدينا الكرام، والبداية دائما مع أبرز العناوين. إدانات عربية ودولية للمجزرة الإسرائيلية في دوار النابلسي غرب مدينة غزة. مجاعة تلوح بالأفق في قطاع غزة مع منع الاحتلال وصول للمساعدات وتبنيه سياسة التجويع. ومستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك، والاحتلال يقتطع مزيدا من أراضي الضفة الغربية. نستهل هذه النشرة إذن بآخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة. قالت الولايات المتحدة إنها تنظر في تقارير وردت إليها بشأن المجزرة الإسرائيلية والتي ارتكبها جيش الاحتلال بحق فلسطينيين كانوا ينتظرون شاحنات المساعدات عند دوار النابلسي بشارع رشيد غربي مدينة غزة. هذا وصف البيت الأبيض القصف الإسرائيلي الذي استهدف الفلسطينيين، وصفه بالحادث الخطير، معربا عن حزني على فقدان أرواح الأبرياء وسط الأوضاع السيئة في القطاع. كما أكد البيت الأبيض أهمية توسيع واستدامة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة من خلال وقف مؤقت لإطلاق النار. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت ارتفاع حصيلة مجزرة شارع رشيد قرب دوار النابلسي غربي مدينة غزة إلى 104 شهداء ونحو 760 جريحا. هذا وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد فتحت نيران رشاشاتها باتجاه آلاف من المواطنين في شمال قطاع غزة أثناء انتظارهم وصول شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية قرب دوار النابلسي.
في الأثناء قالت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 81 شهيدا و132 جريحا خلال 24 ساعة. وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفع إلى 30,035 شهيدا و70,457 جريحا منذ 7 من أكتوبر الماضي. وأضافت الصحة الفلسطينية أن عددا كبيرا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم. قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا فيليب لازاريني إن مناطق شمال قطاع غزة لا يوجد فيها ما يكفي من علف الحيوانات ليأكله السكان، في حين أن مجاعة من صنع الإنسان تلوح في الأفق. هذا وأوضح لازاريني أن الاحتلال يمنع المساعدات من الوصول لشمال القطاع، ما يزيد المخاوف من شبح المجاعة التي تهدد السكان بسبب نقص المواد الغذائية والسلع الأساسية. لا يوجد ما يكفي من علف الحيوانات ليأكله الناس في شمال غزة، هكذا صرح المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا فيليب لازارني، تصريح ينبئ عن حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان قطاع غزة خاصة في المناطق الشمالية جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع. فعلى مدار ما يقرب من 5 أشهر كاملة أعمل الاحتلال آلته العسكرية قتلاً ودماراً في القطاع، وها هو الآن يخوض حرباً من نوع آخر لا رحمة فيها ولا إنسانية، مستخدماً الجوع سلاحاً في وجه مدنيين لا ناقة لهم في القتال ولا جمل. الاحتلال وبمخالفة لكل المناشدات الدولية تعنت في إدخال المساعدات خاصة إلى مناطق الشمال، فبعدما أسرف في القتل والدمار مع بداية العدوان لإجبار الأهالي على النزوح جنوباً، بدأ في تجويع من تبقى منهم عبر منع دخول الشاحنات المحملة بالمواد الإغاثية. وعلى مدار الأسابيع الماضية ومن شدة الجوع استخدم السكان في شمال القطاع علف الحيوانات لصناعة الخبز بعد خلطه بالنزر اليسير الذي تبقى لديهم من الحبوب قبل أن تفنى الحبوب والعلف تحت وطأة حصار الاحتلال. الأمم المتحدة بدورها أفادت بأن ربع السكان في القطاع على بعد خطوة واحدة من المجاعة التي وصفت وقوعها بالحتمي بسبب تعنت جيش الاحتلال في دخول المساعدات خاصة للمناطق الشمالية. وهكذا يتواصل العدوان الإسرائيلي الغاشم ضد سكان قطاع غزة بالقصف تارة وبالتجويع تارة أخرى في ظل صمت دولي يغري بارتكاب المزيد من الجرائم. طلب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدرس أدهانوم بوضع حد للعنف المفرط في قطاع غزة. هذا ووصف المدير العام للمنظمة الأوضاع في قطاع غزة بالمعاناة المروعة، وذلك بعد ارتفاع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى أكثر من 30,000 معظمهم من النساء والأطفال. أخبروا العالم أنهم ماتوا جوعا، علكم تنفضون أيديكم من تلك المجازر الشنيعة فوق أرض شبعت من ارتواء دماء أبنائها، إلا أن الجرم تلك المرة كان أكثر بشاعة مما سبق، وكأن الاحتلال طغى واستوحش بعدما لم تمنيه أرض غزة بما يشبع عطشه وطمعه. جرائم ومجازر لا تنتهي، تحدث على أرض القطاع المكلوم، تتفق جميعها على وحشية الاحتلال الإسرائيلي في التعامل مع أهالي غزة، لا سيما المدنيين العزل، في واحدة من أبشع الجرائم الإنسانية التي صنفت في التاريخ الحديث. مئات الفلسطينيين الذين حرمتهم الحرب من الطعام
في أحد أحياء جنوب غربي غزة، خرجوا بحثاً عن حفنة دقيق أو أي شيء قد يسد جوعهم وأبنائهم، وبينما ينتظرون شيئاً يسعدهم، راجين من الزمان لحظة أمل واحدة تنسيهم ولو لثوان قليلة ليالي طوالاً من الجوع وصرخات أطفالهم، إذ بآلة الحرب العسكرية الإسرائيلية تقضي على ما تمنوه وتمحو من الوجود آثارهم. مجزرة لا يمكن لعقل أن يتخيلها ولا يستطيع قلب تحمل مداها، أسفرت عن استشهاد عشرات الفلسطينيين العزل، لا يحملون بأيديهم سوى أوعية للطعام، تحولوا بضغطة زر وطلقة نار لجثث مزجاة على الأرض، تاركة عالماً لم ينصفهم ولم يرفق حتى بلحظات جوعهم. انتهاكات تل أبيب داخل قطاع غزة تجاوزت كل القوانين والمبادئ الإنسانية والدولية، في وقت عجز المجتمع الدولي فيه عن وضع نهاية لكل ما تفعله مدللة الغرب، لتتحول إلى وحش شرس يقتل ويقصف ويحول أرض غزة وأهلها لأهداف تروي وتشبع عطشها الدائم للدماء، علها ترتوي وتشبع. قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن أعداداً كبيرة من الأطفال تستشهد يومياً في مناطق شمال قطاع غزة جراء الجفاف وسوء التغذية وانعدام الدواء. وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني تواصله المستمر مع المنظمات الدولية للضغط على الاحتلال لإلزامه بوقف التجويع والالتزام بالقوانين الدولية، وأعرب عن أمله في تحرك جاد وحقيقي لوقف المجاعة نظراً لأن سوء الأوضاع الإنسانية فاق كل الحدود. فيما قال المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك إن مكتبه سجل العديد من الحوادث التي قد ترقى إلى جرائم حرب ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وأضاف تورك أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن الهجوم على مدينة رفح الفلسطينية التي تأوي نحو 1.5 مليون شخص سيتسبب في خسائر فادحة بالأرواح، مضيفا أن مثل هذا الهجوم من شأنه أن يزيد من خطر ارتكاب جرائم وحشية وأن يزيد من عمليات النزوح. من جانبه أكد مقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان بن سول أن الهجوم على رفح الفلسطينية سيلحق أضرارا كبيرة بالمدنيين في قطاع غزة. وفي تصريحات للقاهرة أشار المقرر الأممي إلى أن إسرائيل قد تكون عرضة للاتهام بارتكاب جرائم حرب. الآن فإن رفح تمثل النقطة الوحيدة المتبقية التي تمثل نوع من أمان للنازحين، وأن وربما الهجوم على رفح في الفترة القادمة قد يرفع من الأضرار التي تقع على المدنيين، وقد يكون هناك مخاطر من أن يتحول هؤلاء الأشخاص نحو مصر. لذلك نحن نطالب إسرائيل بأن تسمح للفلسطينيين بالمرحلين أن يرجعوا إلى منازلهم. من جانبه أكد المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان أن عمليات القتل الجماعي للمدنيين تأتي في وقت تستمر فيه محاولات جيش الاحتلال لتفريغ شمال قطاع غزة من السكان. هذا وحذر المرصد من أن الاحتلال يتعمد تعميق أزمة التجويع الكارثية لجميع سكان القطاع بحرمانهم من المواد الأساسية ومنع وعرقلة إدخال وتوزيع الإمدادات الإنسانية خاصة في الشمال بهدف دفع السكان إلى التهجير القسري من مناطقهم. كما وثق المرصد إفادات من سكان المناطق الشمالية بشأن تلقيهم اتصالات من جيش الاحتلال تطالبهم بالنزوح إلى وسط وجنوب القطاع.
تواصل كل من مصر والإمارات عمليات الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الإنسانية في مناطق شمال قطاع غزة. وأفاد المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية بإقلاع عدد من طائرات النقل العسكري المصرية والإماراتية من مطار العريش لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي ليلا لعشرات الأطنان من المساعدات والمواد الإغاثية العاجلة للتخفيف من الأزمة الإنسانية الحادة التي يعانيها المواطنون الفلسطينيون في شمالي غزة. وقد تضمنت المساعدات كميات كبيرة من المواد الغذائية والأدوية والاحتياجات العاجلة، ويتم إسقاطها جوا على مناطق متفرقة في شمالي القطاع. لمزيد من النقاش تنضم إلي من القدس المحتلة السيدة رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الوطني والأهلية الفلسطينية. سيدة رتيبة، أهلا بك في هذه الساعة للقاهرة الإخبارية. صباح اليوم فوجئنا بمجزرة جديدة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والمفارقة أنها كانت ضد مدنيين كعادة قوات الاحتلال، لكن هذه المرة كانوا يصطفون انتظارا لدخول واستلام المساعدات الإنسانية. لأي مدى يمكن أن يؤثر ذلك على المفاوضات وعلى ربما أعمال التهدئة الجارية الآن من خلال الوسطاء؟ نعم، مساء الخير لك ولجميع المستمعين. واضح جدا أن سياسات الجيش الإسرائيلي تهدف وبشكل ممنهج ومبرمج إلى ارتكاب جريمة حرب، يعني واضحة المعالم من خلال العقاب الجماعي للسكان بتجويعهم وإبادتهم بفعل الجوع بشكل أساسي. وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلية بقصف أو مهاجمة المدنيين أثناء اصطفافهم لأخذ المساعدات الغذائية، بل هو أمر متكرر الحدوث. وللأسف بعض المؤسسات الدولية أيضا بدأت تستجيب لهذا الخطر، بمعنى أن هنالك تهديد للشاحنات وتهديد للعاملين في عمليات الإغاثة بإيصال هذه المواد الإغاثية، وأوقفت عملياتها في الكثير من مناطق القطاع وخاصة في شمال ووسط القطاع، تحتج أن توزيع المساعدات ليس آمنا ويعرض المدنيين والعاملين في المساعدات للخطر. استمرار إسرائيل في تجاهل قرارات محكمة العدل الدولية، في تجاهل الغضب الدولي والعالمي والشعبي اتجاه ما تقوم به من جرائم إبادة جماعية اتجاه الشعب الفلسطيني، ليس فقط يعني هو يعرقل أي جهود لإيقاف هذه الحرب أو يعرقل أي جهود أيضا للتوصل إلى صفقة قريبة جدا، وإنما يزيد أيضا من رصيد إسرائيل من الانتهاكات الإنسانية، ويزيد من يعني حجم ملف الجرائم الذي ترتكبه بحق الشعب الفلسطيني، والذي يجعل العالم حتى يعني يمتنع عن توفير الغطاء الدولي الذي كان متوفر لإسرائيل في بداية هذه الحرب، والذي كان توفرها الكثير من الدول الغربية. واليوم هل انكشف ذلك الغطاء الذي تصفونه بأنه غطاء دولي لقوات الاحتلال الإسرائيلي بالنظر إلى حافة المجاعة التي تنتظر والتي تعيشها الآن أو يعيشها الآن سكان قطاع غزة، بالنظر أو قياسا بالتصريحات التي تأتي من المسؤولين الأمميين العاملين في المجال الإنساني في قطاع غزة، من أن قطاع غزة أوشك على أن يعيش مجاعة كبيرة وأعمال الإغاثة ربما تبدو كارثية حتى هذه الساعة داخل القطاع؟ أنا أتحدث أنه حتى التقارير الأممية، وهي يعني مصدر التقارير والأرقام لربما الموثوق عالميا، يتحدث عن 1,000,000 شخص في قطاع غزة مهددين بالمجاعة. عندما نتحدث عن 1,000,000 من أصل 2,300,000، بمعنى أنه 50% من السكان هم مهددين بخطر الموت نتيجة الجوع الشديد وافتقارهم للغذاء. هذه التقارير يعني لا توازيها عمليات على الأرض من هذه المؤسسات الأممية لمحاولة منع هذه الإبادة الجماعية من خلال التجويع واستخدام سلاح التجويع ضد المدنيين الفلسطينيين، بمعنى نحن بحاجة ليس فقط إلى أرقام وإحصائيات ودلائل عن حجم المأساة الإنسانية التي أصبحت واضحة وجلية للجميع في قطاع غزة، نحن بحاجة من هذه المؤسسات الأممية إلى تحركات عاجلة وفعالة من أجل إدخال المساعدات بالأخص إلى شمال قطاع غزة، حيث نفذت حتى يعني علف الحيوانات وأغذية الحيوانات التي كان يتناولها السكان منذ أكثر من شهر في شمال قطاع غزة، اليوم هي حتى هذه نفذت من شمال قطاع غزة. لا يكفي أن يقوم مسؤول أممي بالحديث عن خطورة اجتياح رفح أو خطورة الإبادة أو الموت جوعا لسكان قطاع غزة، بل ما هو مطلوب فعليا هو
إيصال المساعدات الإنسانية الطارئة والأغذية إلى كافة مناطق قطاع غزة دون توقف، وإيجاد آليات فاعلة من الأمم المتحدة تحاكي حجم الخطر والتقارير والتحذيرات التي تحدث فيها المسؤولين الأمميين حول وضوع يعني الوضع الإنساني في قطاع غزة وخطورة هذا الوضع الإنساني. شكرا جزيلا السيدة رتيبة نتشة، عضوة هيئة العمل الوطني والأهلية الفلسطيني، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ضرورة تجنب توسع الصراع بالمنطقة. وخلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس المصري من نظيره الأمريكي جو بايدن، توافق الجانبان على استمرار التنسيق لضمان استعادة السلم والأمن بالإقليم. كما ناقش الرئيسان الجهود المشتركة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة للتهدئة في قطاع غزة والتوصل إلى وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية. وفي هذا الصدد شدد الرئيس المصري على ضرورة التوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار يتيح نفاذ المساعدات الإنسانية بالشكل الكافي والملائم بما يحقق تحسنا حقيقيا في الأوضاع بالقطاع، محذرا من خطورة استمرار التصعيد العسكري واستهداف المدنيين. كما أكد الرئيس المصري إدانة بلاده الكاملة لاستهداف المدنيين العزل بالمخالفة للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية. أدان الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينا قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي مصادرة آلاف الدونمات من أراضي القدس الشرقية المحتلة، مؤكدا أنه لا سلام مع بقاء أي استيطان على الأراضي الفلسطينية. وأشار أبوردينا إلى مواصلة الاحتلال سياسته الهادفة لمنع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وحمل أبوردينا الإدارة الأمريكية مسؤولية السياسات الإسرائيلية وطالبها بمنع حكومة الاحتلال من مواصلة جرائمها في غزة والضفة الغربية. كانت إسرائيل قد صادرت اليوم نحو 652 فدانا من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، لكن مصدرا مطلعا على القرار أكد أنه لا توجد خطة للبناء هناك حاليا، لكن سيتم تصنيفها كجزء من مستوطنة واقعة شرقي القدس. من جانبها قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية أن الأراضي تقع في بلديات أبو ديس والعزيرية وعرب السواحرة الواقعة بين مستعمرتي كدار ومعالي أدميم والمقامتين على أراضي المواطنين في شرق القدس. استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعوى محاولته تنفيذ عملية إطلاق نار قرب مستوطنة عيلي جنوبي نابلس بالضفة الغربية. وأفادت هيئة الإسعاف الإسرائيلي بمقتل مستوطنين إسرائيليين جراء عملية إطلاق النار. وكان قد استشهد فلسطيني عقب إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة بيت فوريك شرقي نابلس. كانت عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت البلدة وتجولت في عدد من الأحياء والشوارع وسط مواجهات أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص الحي. أصيب فلسطيني بجروح خطيرة واعتقل آخرون جراء محاصرة قوات الاحتلال لشقة سكنية في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية. وأفادت مراسلتنا بأن وحدات خاصة تابعة للاحتلال مدعومة بعدد من الآليات اقتحمت المدينة ومخيمها من شارع جنين ونابلس والناصرة، وحصرت منزلا في حي الجبريات، وأطلق الاحتلال الرصاص الحي باتجاه مركبة إسعاف في حي خلة الصوحة بالمدينة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية 20 مواطنا من الضفة الغربية بينهم مصاب من مخيم الجلزون بالإضافة إلى أطفال ومعتقلين سابقين. وأوضحت هيئة شؤون الأسرى في بيان لها أن عمليات الاعتقالات تركزت في محافظة الخليل، حيث طالت 14 مواطنا، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات رام الله والبيرة وبيت لحم والقدس. وأشار البيان إلى ارتفاع حصيلة الاعتقالات منذ 7 أكتوبر الماضي إلى نحو 7325 معتقلا.
فيما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجز جابع شمالي شرق القدس المحتلة وأطلقت قنابل الغاز تجاه الفلسطينيين ومركباتهم عندما حاولوا الاحتجاج على إغلاق الحاجز. ويتعمد الاحتلال إغلاق الحواجز من أجل تسهيل حركة مركبات المستوطنين في ساعات الصباح، وهو المنفذ الوحيد لسكان مدن الرام وكفر عقب وقلندية إلى جنوبي في جنوبي الضفة الغربية. يأتي ذلك في وقت اقتحم فيه مستوطنون إسرائيليون باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال. وأفادت مراسلتنا بأن عشرات المستوطنين اقتحموا مسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، كما أدوا طقوسا تلمودية. وكانت قوات الاحتلال قد شددت من إجراءاتها في محيط المسجد ونشرت أجهزة تنصت وتصوير مع اقتراب شهر رمضان المبارك. فرضت نيوزيلندا عقوبات على مستوطنين إسرائيليين شاركوا في شن هجمات عنيفة ضد فلسطينيين في الضفة الغربية. وأعرب رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوكسون عن قلقه البالغ إزاء الزيادة الكبيرة في أعمال العنف المتطرفة التي يرتكبها مستوطنون إسرائيليون ضد الفلسطينيين في الأشهر الأخيرة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يزعزع استقرار المنطقة. أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير استشهاد المعتقل عاصف الرفاعي من قرية كفر عين شمال غرب رام الله، والذي كان قد اعتقل منذ 24 من سبتمبر من عام 2022. وأوضح في بيان أن الرفاعي استشهد بعد نقله من عيادة سجن الرملة إلى مستشفى أساف هورفي الإسرائيلي، ما يرفع عدد الشهداء في سجون الاحتلال إلى 10 شهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في 7 أكتوبر الماضي. وباستشهاد الرفاعي ترتفع حصيلة شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 67 إلى 247 شهيدا. الآن معنا من رام الله دكتور حسين حمايل المتحدث باسم حركة فتح. دكتور حسين، أهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. بالعودة لهذا الخبر الذي أوردناه قبل قليل بأن إسرائيل قد صادرت اليوم نحو 652 فدانا من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، لماذا دكتور حسين تحاول هذه الحكومة جاهدة فتح عديد من الجبهات في آن واحد بهذه التوسعات الاستيطانية؟ كيف نفهم هذا السلوك؟ نعم، مساء الخير لك والأخوة المستمعين والمشاهدين. إسرائيل لديها مخطط واحد، هو قد يكون هذا المخطط قتل على مستوى الدنيا، ولكن بقي حيا في فكر وعقول هؤلاء القتلة في دولة الاحتلال. هذه حكومة متطرفة، المخطط الوحيد لديها هو تهجير الشعب الفلسطيني، ولكن هم اليوم يفشلوا في هذا الجانب ويمضوا قدما في مخالفة القانون الدولي، في استفزاز الفلسطينيين، في استفزاز شعوب المنطقة، في خلق حالة من التوتر وحالة من عدم الاستقرار، ليس فقط في فلسطين وإنما في المنطقة جمعاء. وأنتم تروا كإعلاميين ويرى العالم أجمع ما يحصل الآن من اضطرابات كبيرة على مستوى منطقتنا، سببها هذا التطرف وهذا الاجرام الذي تقوم به اسرائيل ضد ابناء الشعب الفلسطيني، مستهدفه المنطقه كامله او المنطقه جمعاء. اذا بالنسبه لنا نحن اليوم كفلسطينيين مصرون وباقون على هذه الارض، وقلناها مرارا وتكرارا يا اخي، احنا بالنسبه لنا على هذه الارض اما احياء او اموات. نعم الحياه صعبه، نعم هناك تضييق، هناك المزيد من الاجراءات القمعيه ضد ابناء الشعب الفلسطيني في الضفه الغربيه، المزيد من القمع ضد الاسرى الفلسطينيين دون الاستناد الى اي معيار من معايير الانسانيه او اي نظام يحكمه القانون الدولي في بما يخص الاسرى الفلسطينيين. طيب. والجميع يرى ورايتم ما يحصل في قطاع غزه من حمله. نعم. ومن حرب اباده. طيب دكتور حسين، من اللافت، لا أعرف إن كنت تتفق مع هذا الطرح أم لا، من اللافت أن هذا الإجراء يأتي ربما بعد ساعات قليلة من تصريح الخارجية الأمريكية بأن إنشاء دولة فلسطينية يقتضي عدم قدرة إسرائيل على إقامة المزيد من المستوطنات، فعلى ماذا تراهن إسرائيل هنا؟ طبعا
طيب يعني شوفي أختي، حتى نكون إحنا واضحين، ما زالت التصريحات الأمريكية تقع في دائرة المناورة التي لا يتبعها أي إجراء، وهذا الأمر أصبح واضح للجميع. يعني في بداية العدوان الذي قامت به إسرائيل على الشعب الفلسطيني، كانت تصريحات الإدارة الأمريكية والكثير من سياسة العالم تصريحات متطرفة ولا ترتقي إلى المستويات التي يعملون بها كقادة وزراء خارجية. ولكن بعد ذلك ما لبثوا، بعد أن عمل الشعب الفلسطيني والدبلوماسية الفلسطينية بشكل واسع مع دول العالم إلى تبيان الحقيقة وتكذيب الكثير من الروايات والتسائس والتلفيقات التي قام بها بنيامين نتنياهو وحكومته، ونعم أصبحت التصريحات تختلف وتذهب باتجاه الشرعية الدولية واتجاه إقامة دولة فلسطينية، ولكن هذه الإجراءات إلى يومنا هذا هي لم تصل إلى حد التنفيذ الفعلي. وهذا السؤال اليوم نطرحه للإدارة الأمريكية ونطرحه إلى كل دول العالم، هل هم جادون وهل هم يمتلكون الإرادة الحقيقية في تنفيذ ما يصرحون به؟ هذا الأمر نتركه للأيام ونتركه للمواقف ونتركه نعم. إلى نعم، سؤال ربما جدير بالطرح دكتور حسين، أنا بشكرك عند هذه النقطة، شكرا جزيلا دكتور حسين حمايل المتحدث باسم حركة فتح. قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة بلدات في الجنوب اللبناني، حيث شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات على بلدات بيت ليف وبنت جبيل وعيناتا ورامية واللبونة وجبل بلاط، كما استهدفت مدفعية الاحتلال بلدات الجبين وطير حرفة بالإضافة إلى حامول. نقلت شبكة سي ان ان عن مسؤولين بالإدارة والاستخبارات الأمريكية وجود مخاوف من قيام إسرائيل بعملية برية في لبنان أواخر الربيع أو أوائل الصيف المقبل. وبحسب الشبكة، قال المسؤولون بالإدارة الأمريكية إن تلك الخطوة والتي تنوي إسرائيل الإقدام عليها هي محاولة للضغط من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود. كما حذر المسؤولون من أن أي عملية برية إسرائيلية في جنوبي لبنان قد تؤدي إلى تصعيد كبير لا يمكن التنبؤ بعواقبه. السادسة مستمرة من عاصمة الخبر وفيها بعد فصل قصير. الحوثيون يؤكدون أن الهجمات الأمريكية والبريطانية لم تؤثر بأي شكل على قدراتهم العسكرية.
أهلا بحضراتكم مجددا. استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية بالعاصمة المصرية استقبل رئيس مجلس السيادة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الذي وصل مصر في زيارة رسمية. وأقيمت مراسم استقبال رسمية للبرهان في قصر الاتحادية. وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار الدكتور أحمد فهمي أن المباحثات بين الجانبين استعرضت تطورات الأوضاع في السودان والجهود الرامية لتسوية الأزمة الجارية. وأضافت الرئاسة المصرية أن السيسي أكد حرص مصر على أمن السودان الشقيق ومواصلة تقديم الدعم الكامل لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في السودان، فضلا عن استمرار مصر في الاطلاع بدورها في تخفيف الآثار الإنسانية للنزاع على الشعب السوداني. تناول اللقاء أيضا آخر مستجدات القضاء الإقليمية محل اهتمام مشترك، بما في ذلك الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد الجانبان ضرورة وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل فوري. ومنذ الوهلة الأولى للأزمة السودانية وظفت مصر مؤسساتها للتعامل مع الأزمة ولم تتخلى عن أشقائها، بل فتحت أبوابها للشعب السوداني للفرار من جحيم الحرب وما خلفته من مشاهد دمار وترويع. كما وصلت مصر اتصالاتها إقليميا ودوليا للحفاظ على وحدة الدولة السودانية والوقوف إلى جانب السودان للخروج من أزمة الراهنة. منذ اندلاع الأزمة الحالية في السودان في 15 من أبريل الماضي، سخرت مصر مؤسساتها المعنية كافة لاحتواء الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني. التحركات المصرية استندت إلى ثوابت رئيسة تمثلت في الحفاظ على استقرار ووحدة السودان وأراضيه وبحلول سودانية خالصة بعيداً عن أي تدخل خارجي، حماية لخيارات الشعب الشقيق بعدم التدخل في شؤونه الداخلية، وتقديم كل المساعدات الممكنة له في إطار من الحفاظ على الأمن القومي المصري. من هذا المنطلق لم تتوانى الدولة المصرية وفي مقدمتها مؤسسة الرئاسة عن إجراء اتصالات مكثفة مع دول الجوار وقادة دول العالم ومنظماته لاحتواء الأزمة في السودان ورأب الصدع بين الأطراف كافة، وعملت في سبيل ذلك على العديد من المبادرات، كان أبرزها استضافة القاهرة قمة دول جوار السودان في 13 من يوليو الماضي لصياغة رؤية مشتركة بين تلك الدول واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها. وتماشياً مع الثوابت المصرية، أكدت قمة القاهرة في بيانها الختامي على الاحترام الكامل لسيادة ووحدة السودان وعدم تدخل أي أطراف خارجية في الأزمة والحفاظ على السودان ومقدراته ومؤسساته ومنع تفككه. لم تتوقف مصر عند مساعيها السياسية لتسوية الأزمة، وإنما كان حضورها قوياً في تقديم آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية للأشقاء في السودان، سواء عبر معابرها البرية مع الجار الجنوبي أو عبر جسور جوية مكثفة. مصر لعبت كذلك دوراً محورياً وفعالاً في إجلاء رعاياها وكذا رعايا الدول الأجنبية من السودان، كما وفرت خروجاً آمناً لرعايا معظم دول العالم بجانب تقديم الخدمات الصحية والعلاجية لهم، بالإضافة إلى استقبال الآلاف من السودانيين عبر معبر أرقين وقسطل البريين، وهو ما حظي بإشادة دولية واسعة النطاق. ورغم سخونة الأوضاع على الجبهة الشرقية وتحديداً في قطاع غزة، لم تغفل مصر الأوضاع في السودان وحذرت من تجاهل المجتمع الدولي للأزمة في هذا البلد، وطالبت بتنسيق الجهود الإقليمية والدولية لجذب أطراف النزاع نحو التفاعل الإيجابي مع جهود تسوية الأزمة.
قال زعيم جماعة الحوثي في اليمن إن الجماعة ستفجر مفاجآت عسكرية في عملياتها في البحر الأحمر. وفي خطاب نقله التلفزيون اليمني الرسمي، أعلن زعيم الحوثيين أن جماعته استهدفت نحو 54 سفينة في البحر الأحمر بإجمالي 384 صاروخا وطائرة مسيرة، مشيرا إلى أن الهجمات الأمريكية والبريطانية لم تؤثر بأي شكل على قدرات جماعته العسكرية. أعربت دول عدة عن مخاوفها من أن ينتقل الصراع في البحر الأحمر من فوق السطح إلى أسفله، وأن يتم استهداف كابلات خطوط الاتصال العالمية. ويمر عبر البحر الأحمر 17 خطا رئيسية للاتصالات، تعبر من خلالها 17% من حركة الإنترنت حول العالم. المزيد في سياق هذا العرض التالي مع الزميلة داليا أبو عميرة. داليا أهلا بك، لا شك أن هذه المنطقة هي مهمة في مسألة نقل البيانات من الشرق إلى الغرب. صحيح همام، وربما هذا العرض نستعرض فيه الخطر الذي قد يكون محدقا بخطوط الانترنت تحديدا أسفل البحر الأحمر، وهذه المخاوف التي أشرت إليها. أهلا بكم. مخاوف عالمية من تحول المخاطر في البحر الأحمر من فوق السطح إلى أسفله، وذلك بعد أن أعلنت شركة الاتصالات الدولية سيكوم أن جزءا من نظام خطوط الانترنت الخاص بها والذي يعبر الممر الملاحي تعطل في منطقة استهدفت فيها الهجمات الحوثية السفن بالطائرات والمسيرات والصواريخ. ويمر عبر البحر الأحمر 17 خطا رئيسيا للاتصالات، تعبر من خلالها 17% من حركة الإنترنت في العالم. ووفقا لتقارير دولية فإنه يوجد 550 خطا حول العالم تحت سطح البحر يشكلون العمود الفقري لشبكة الإنترنت والاتصالات العالمية. وبحسب بيانات اللجنة الدولية لحماية الخطوط، فإنه عادة ما تتلف خطوط الاتصالات تحت الماء بسبب معدات الصيد والسفن، حيث يتم سحب المراسي من قاع البحر من دون الانتباه لوجود خط للاتصالات. من جهتها حذرت العديد من التقارير الدولية من أن خطوط الكابلات البحرية قد تكون هدفا جديدا لهجمات الحوثيين المقبلة في البحر الأحمر، بما يشير إلى تهديد متطور يمكن أن يعطل الاتصالات والاقتصاد العالميين بشكل خطير. وتعمل الخطوط البحرية كواحدة من أهم البنى التحتية الرقمية في العالم، حيث تخدم أكثر من 95% من تدفقات البيانات والاتصالات الدولية، بما يقدر بنحو 10 تريليونات دولار في المعاملات المالية كل يوم. إذن هي مخاوف عالمية من تحول المخاطر في البحر الأحمر من فوق السطح إلى أسفله، إذ أصبح الممر الملاحي مسرحاً لسلسلة من التجاذبات الإقليمية والدولية، بما يهدد حركة التجارة والاقتصاد العالمي. الآن نعود إليك همام بعد هذه الأرقام التي استعرضناها في هذا العرض. شكرا جزيلا داليا. فيما يبدو أن هناك مخاوف، صحيح كما ذكرتي وكما وصفتي، أن ينتقل هذا الصراع من فوق سطح البحر إلى أسفل سطح البحر، وذلك ربما تحديدا مسألة اقتصادية هامة بالنسبة للشرق وبالنسبة للغرب في عملية نقل البيانات والمعلومات في الاتجاهين. شكرا جزيلا على أي حال الزميلة داليا أبو عميرة. توقعت مصادر دفاعية أمريكية مغادرة قوة الرد السريع لمشاة البحرية الأمريكية المتمركزة في شرق المتوسط في الأسابيع القادمة. وقد أرسلت الولايات المتحدة قوة الرد السريع لشرق المتوسط من أجل القيام بعملية إجلاء للرعاية الأمريكيين في لبنان حال اتساع الصراع في غزة ليشمل دولا أخرى في المنطقة. خطوة جديدة من خطوات الانسحاب العسكري الأمريكي من شرق المتوسط، حيث توقعت مصادر دفاعية أمريكية مغادرة قوة الرد السريع لمشاة البحرية الأمريكية المتمركزة بشرق المتوسط في غضون الأسابيع المقبلة لتعود إلى قواعدها مرة أخرى بالولايات المتحدة، بعد أن أرسلتها واشنطن للمنطقة خوفاً من اتساع نطاق الحرب في غزة ليتحول إلى صراع إقليمي. تضم المجموعة البرمائية الأمريكية USS باتان التي تتمركز فيها قوة الرد السريع 4000 بحار وجندي من مشاه البحرية، بينهم 2000 يشكلان جزءاً من وحدة الاستطلاع البحرية 26. كما تحمل على متنها أكثر من 24 طائرة ذات أجنحة ثابتة أو دوارة.
الولايات المتحدة كانت قد أرسلت حاملتي الطائرات جيرالد فورد وأيزنهاور والمجموعة البرمائية USS باتان إلى شرق المتوسط من أجل تقديم الدعم لإسرائيل والقيام بعملية إجلاء للرعايا الأمريكيين في لبنان حالة اتساع نطاق الصراع في غزة. إلا أنه ومع اقتراب الحرب في القطاع من نهاية شهرها الخامس لم تتحقق بعد الحاجة إلى إجلاء الرعايا الأمريكيين. الخطوة الأمريكية المتوقعة لسحب قوة الرد السريع تأتي بعد قيام الولايات المتحدة في يناير الماضي بسحب أحدث وأكبر حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية جيرالد فورد من شرق المتوسط لتعود إلى قاعدتها في فيرجينيا مرة أخرى في إطار التحضير لعمليات النشر المستقبلية كما أعلن البنتاغون. وعلى مدار عقود حافظت الولايات المتحدة على وجودها في الشرق الأوسط منذ إنشاء الأسطول الخامس الأمريكي، حيث تبقي على 2 من حاملات الطائرات بمجموعاتها القتالية في المنطقة ويتم تجهيزها بآلاف الأفراد. إلا أن ما تشهده المنطقة حالياً من متغيرات عاصفة دفعت واشنطن إلى إرسال تعزيزات عسكرية لمواجهة تلك المتغيرات الدولية. نلقي الضوء إذن عن هذه القضية. انضم إلي من العاصمة الأردنية عمان الدكتور عصام الكاوي أستاذ الدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور عصام أهلا بك في هذه الساعة القاهرة الإخبارية. أهلا بك يا مرحبا. أهلا وسهلا. سنتحدث بالتفصيل عن ما يتعلق بالقوات الأمريكية البحرية الأمريكية أو مشاة البحرية الأمريكية الذين ربما أجلتهم إلى مواقع أخرى أو غادروا هذه المنطقة، لكن قبلا كنا نتحدث عن مسألة الكابلات البحرية، والسؤال الآن هل بقدرة جماعة أو هل لدى جماعة الحوثي القدرة على النزول تحت سطح البحر واستهداف الكابلات البحرية كابلات الإنترنت التي تصل بين الشرق والغرب؟ مساء الخير لك وللمشاهدين. حقيقة أن الوضع بدأ يتصاعد في المنطقة ككل، سواء كان في فلسطين المحتلة وقطاع غزة بالخصوص أو في الشمال الفلسطيني جنوب لبنان أو في البحر الأحمر بالعمليات التي تقوم بها جماعة أنصار الله. لكن يبدو لي أن هنالك مفارقة غريبة عجيبة، وهي السلوك الأمريكي في تلك المعارك جميعها، وأصبح وكأن هذه الدولة أصبحت يعني دمية بيد إسرائيل، وبالتالي هذه القوة العظمى القطب الأوحد صاحب القدرات العسكرية والاستطلاع الجوي والاستخبارات الكبيرة جدا والقدرات اللامتناهية من الحصول على المعلومات أصبحت وكأنها عمياء عما يجري في تلك المنطقة، وبالتالي خدعت أو أنها تتظاهر بأنها خدعت من قبل القيادة الإسرائيلية حول مجريات الأمور. ولكن أنا أعتقد إطفاء مثل هذه البؤر الساخنة في المنطقة سهل جدا. الحوثيين يقولوا سنوقف العمليات في البحر الأحمر وتعود مرور السفن والشاحنات إلى طبيعته عندما يتوقف القتال في قطاع غزة. إذن لماذا لا تقوم الولايات المتحدة بوقف إطلاق النار، ولماذا تستخدم حق النقد الفيتو في عدم إيقاف إطلاق النار؟ هذه واحدة. النقطة الأخرى أخي العزيز، عندما سأل هل يمكن الحوثيين، نعم يمكن، بل كان يظن أن المقاومة الفلسطينية الموجودة في غزة تستطيع أن تصمد 5 أمام القوة العسكرية الهائلة التي تملكها إسرائيل والدعم العسكري اللامتناهي من الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، إضافة إلى اشتراكهم بالطائرات والمدفعية وتوزيع القذائف والقذائف المدفعية وخاصة استخدام الطائرات المجنحة والمسيرة. كل هذا يدل دلالة واضحة أن دائما ما يسمى بعجز القوة التي كانت تتمتع به المقاومة مقارنة مع قوة العجز الإسرائيلية كلها تشي بأن هؤلاء الضعفاء في نظر الآخرين قادرين على أن يعملوا أشياء ممكنة جدا. وأعتقد أن عمق البحر الأحمر وخاصة في منطقة مضيق مندب تساعد وبكل يعني سهولة أن يتم الوصول الأمر الآخر.
دكتور عصام، ما يتعلق بأن مصادر دفاعية أمريكية توقعت مغادرة فريق أو فرقة الرد السريع التابعة لمشاة البحرية الأمريكية من منطقة شرق المتوسط والتي تمركزت فيها منذ الأيام الأولى من هذه الحرب أو العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ربما سوف تغادر خلال أيام قليلة أو أسابيع قليلة حسب ما قالت هذه المصادر. هل يمكن أن نجد رابطا بين هذا الإجراء إن حدث وبين دعوات التهدئة التي تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية، وربما تتوقع أن يتم التئام هدنة قريبة بين الفلسطينيين وبين الإسرائيليين؟ حقيقة هو شيء مربك عندما تشاهد التحركات الأمريكية في التفاعل السياسي والدبلوماسي على أرض الواقع ضمن المعطيات الجارية في القتال ما بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي وما بين المسارين الدبلوماسي لإيقاف الحرب والمسار العسكري المدعوم من الولايات المتحدة. اليوم ظهر بإحدى الإعلانات بأن الولايات المتحدة لم تقدم كما قيل بأن هنالك ورقة يجب أن توقع عليها إسرائيل، لأنه لم يذكر هذا الشرط بأن على إسرائيل أن توقع. هو قالوا أن الدول التي تستخدم الأسلحة الأمريكية عليها أن تتجنب قتل المدنيين، أي لم يذكروا اسم إسرائيل، وبالتالي هناك من يقول أنها دعاية انتخابية. أيضا أنا أقول عندما جاءت مدمرة حملة طائرات أيزنهاور ورافقتها فيما بعد جيرالد فورد والسفن والمدمرات المرافقة لها إلى المنطقة، جاءت لي فقط يعني ما يسمى بالمناورة الإعلامية وإظهار القوة، يعني استعراض للقوة في المنطقة، ولكن عندما وجدت الولايات المتحدة أن هنالك يعني إصرار واستمرار على القتال والقتال المتبادل وفي صمود للمقاومة واستمرار المناوشات، خافت من اتساع رقعة الحرب واضطرت للانسحاب لأن سمعتها أيضا يعني تتضرر إذا ما ضربت إحدى سفنها أو حاملات الطائرات. الآن هي تناور مرة أخرى لتقول لأن هنالك إمكانية لتوسع المعارك، إذا علي أن أسحب القوات الموجودة في المنطقة وخاصة القريبة من مناطق الاشتباك. شكرا جزيلا دكتور عصام الكاوي، أستاذ الدراسات السياسية والاستراتيجية، كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان، شكرا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المعلومات. ختام هذه النشرة ولم يتبقى سوى التذكرة بأهم العناوين. إدانات عربية ودولية للمجزرة الإسرائيلية في دوار النابلسي غربي مدينة غزة. مجاعة تلوح بالأفق في قطاع غزة مع منع الاحتلال وصول المساعدات وتبنيه سياسات التجويع. ومستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك والاحتلال يقتطع مزيدا من أراضي الضفة الغربية. ختموا هذه الساعة الإخبارية صحبناكم فيها همام مجاهد وأنا داليا أبو عميرة. شكرا جزيلا لحضراتكم وشكرا وصول زملائي داليا أبو عميرة. شكرا.